أكد السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين على أهمية إنهاء الأزمة في ليبيا بالطرق السلمية من خلال حل الليبي الليبي. شنين أشار إلى دعم الجزائر لجهود المجلس الرئاسي للوصول إلى تحقيق توافق بين جميع مكونات العملية السياسية مشيدًا بما حققه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية. بيان للمجلس أشار إلى أن الاجتماع بحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وسبل تحقيق توافق قانوني وسياسي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية. كما تم في الاجتماع استعراض الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول الجوار الإفريقي وتداعيتها على البلدين.